في حقيقة الأمر هناك نقطة أود التأكيد عليها، نعم وهي نقطة ربما في غاية الأهمية وربما تفسر كثير من المخرجات التي شاهدناها اليوم أو قرأنا واطلعنا عليها، خاصة في المؤتمر الصحفي للمبعوث الأممي. المفاوضات في جنيف هي وجسدت واقع الأرض، الواقع السياسي والعسكري الموجود على الأرض. هذا باختصار، نعم بمعنى اليوم أن الحوثيون جاءوا إلى جنيف وهم متسلحين بإنجازات موجودة على الأرض، وهم يقرعون أبواب محافظة مأرب عسكرية لإسقاطها كآخر أمل للشرعية. هذه من ناحية. نعم الناحية الثانية أنها جاءت لتجسد المفاوضات السرية والتي تدار في الغرف المغلقة بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي. ولذلك اليوم رئيس وفد جماعة الحوثي المرتضى تحدث بل وشكر وتواجد الوفد السعودي والوفد الإماراتي في اتفاق في مفاوضة جنيف، وأكد بأنه كان مهما وجود هذا الوفد للوصول إلى هذه الصيغة. نعم وبالتالي ما حدث اليوم هو طرف قوي مقابل طرف ضعيف. اليوم لو سألنا من المستفيد، طبعا من الناحية الإنسانية نحن كمنظمات، حتى نحن كمنظمة سام أصدرنا بيان سيصدر بعد قليل، رحبنا بهذه بهذا الإنجاز، لأنه في النهاية هنالك إنجاز إنساني يجب أن نقبل به مهما كانت قيمته. لكن في فحوى في جوهره أصبح هذا الملف ملفا سياسيا بعيدا عن الملف الإنساني. هنالك طرف مستقوي على الأرض متسلح بإنجازاته العسكرية في مقابل طرف ضعيف. الطرف الضعيف الحكومة الشرعية كانت منقسمة من 3 نواحي. الناحية الأولى أن الوفد غير موحد التوجه والقرار والرؤية، بمعنى أن المجلس الانتقالي والمنطقة الغربية التي بقيادة طارق صالح كان لديها مفاوض موجود على الأرض، ولذلك اقتسمت حتى عدد المفرج عنهم مع الحكومة الشرعية. هذه من ناحية. الناحية الثانية أن كثير من الملفات المتعلقة بأسر الحكومة الشرعية سواء في آل جابر أو جبارة أو المنطقة الخامسة لم يدخلوا في المفاوضات، وليس للحكومة الشرعية أي معرفة أو معلومات عنها. وبالتالي الحديث اليوم على أن المفاوضات القادمة سوف تدرج المعتقلين، السؤال الذي يطرح نفسه ستدرج من المعتقلين الذين تفاوضوا عنهم في بناء على ماذا؟ إسطنبول صحيح. في عمان، أما عن المفاوضات الجدد، المعركة مستمرة ولا الأسرى مستمرون إلى غير ذلك. الأمر الثالث اليوم على أن الجبهات الداخلية، المفاوضات الداخلية تسير على قدم وساق، هي غير عابها بما يدور في الخارج لا في عمان وفي في جنيف. لأن اليوم الأسرى الذين يقعون في المعركة هم إما أقارب قيادات الألوية أو قيادات المعسكرات، ولذلك هم لا يسلمون كل شيء للحكومة للمفاوضات الماراثونية، هم يتفاوضون بطريقتهم الخاصة من أجل الإفراج عن عدد أكبر عدد ممكن. ولذلك المفاوضة الداخلية مستمرة بين الطرفين، كان آخرها المفاوضة التي جرت على إفراج قبل أيام بين الحكومة الشرعية شكرا وغيرها. أستاذ. وبالتالي أعتقد أن هذا الملف معقد، وللأسف نحن نعم الحكومة اليوم مطالبة بإعادة ترتيب أوراقها وإعادة ترتيب أولوياتها وإعادة ترتيب استراتيجية التفاوض.